تبارك الله. طبعا يا جماعة الخير الجو مرة شوب، فلازم احنا نضع الماء لطيورنا عشان يبردوا على حالهم. ورعد صوته عالي ومستغرب، فان شاء الله الحين راح يشرب ويبرد على حاله. وخلينا نشوف هل الصقر بيشرب مي او لا، او العقاب، لانه في اسئلة كتير بيقولوا انه الصقر ما بيشرب مي ولا اشي. صراحة انا حوضح لكم هذه النظرية وافريكم بالدليل القاطع انه الصقر او العقاب بيشرب مي ولا لا. قاعد اسكت. طبعا قاعد بيعمل الصوت هذا عشانه مدرب، وانا جنبه قاعد فضل يعمل الصوت هذا زي كأنه بيحكي معاي. صح رعود؟ يلا اشرب اشرب.